يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حضرتك يا شيخ. أي نعم. شفت رؤيا يا شيخ وخايفة منها كثير. حكيتها قدام جماعة، أعطوني عنوانك عشان أقول لك إياها إذا فيش عندك معنى. أولاً. تفضل. أنا لست مؤول ومفسر منامات. ثانيا نحن بننصح كل شخص مسلم يرى رؤيا تزعجه ولا تعجبه أن يتأدب بأدب الإسلام، وهو أنه إذا رأى ما يكره أولا ما يحدث بما رأى أحد من الناس إطلاقا. فهمتي؟ نعم. هي أول شيء. ثاني شيء، مجرد ما يستيقظ أو يتذكر المنام يلتفت يساره ويدفل 3 مرات. أيوه. تعرفي التفل؟ بعرف عارفة كل اللي قلته. إيه، ما دام عارفة لا تكلفي حالك. مو هيك يا أخي. لا تكل في حالك مين يفسر لك منامك. لأني أنا شفته وفسروا لي ناس كويس. أنا عم أقول لك لا تكل في حالك حدا يفسر لك يا. أقول لك هو اللي بيشوف الرؤية يعني وبيسمعها، إذا ما تكون في بعض فسروا لي إياها منيحة، وفي وحدة فسرت لي إياها وخوفتني منها كثير، فعشان هيك أنا. إيه فهمتي علي؟ فهمت علي. قبلتي نصيحتي والسلام عليكم. ما بقدر لو قلت لك إياها. قبلي نصيحتي والسلام عليكم. عليكم السلام.